لكن هون عم يطلب مني احتساب درجة الرافعة التشغيلية. الرافعة التشغيلية هي تحسب بقسمة هامش التكاليف المتغيرة على النتيجة. أنا عناصر هذه العلاقة موجودة عندي، لأنه عندي هامش التكلفة المتغيرة، عندها حجم 350,000 وحدة. هذا الهامش 42 مليون، اللي هو عبارة عن 120 ضرب 350,000، وهذه النتيجة اللي هي 16 مليون و800,000. فالاثنين موجودين عندي لما اشتغلت دالة الربح. دالة الربح يساوي هامش التكاليف المتغيرة ناقص التكاليف الثابتة، بيطلع الربح. فهذا الهامش وهذا الربح، ف 42 مليون على 16 مليون و800,000 بيطلع 2.5. هذه الرافعة. عم بيقول: بافتراض أن مشروعا لمضاعفة المبيعات لا يترتب عليه أي تغير في ثوابت النموذج المحاسبي للتحليل، احتساب الربح عند هذا الحجم بالإسناد إلى ما سبق. هلا مضاعفة الربح يعني زيادة 100%، مضاعفة الحجم يعني زيادة 100% في الحجم. زيادة 100% في الحجم يفترض أنه تؤدي إلى زيادة 250% في الربح، لأنه 100% ضرب 2.5. يعني إذا الربح حاليا 16 مليون و800 ألف وأنا ضاعفت الحجم، بده يزيد الربح 16 مليون و800 ألف ضرب 2.5، بده يزيد الربح 42 مليون بيطلع. إذا جيت جربت حطيت 700 ألف، مضاعفة الربح يعني الوصول ل 700 ألف، مش هيك؟ إذا جيت أنا حطيت 700 ألف بهذه الدالة، دالة الربح، ضربت 120 ب 700 ألف وطرحت منه 25 مليون و200، بيطلع 84 مليون ناقص 25 مليون و200، بيطلع الربح 58 مليون و800. بيرفع الربح من 16 مليون و800 ل 58 مليون و800، يعني بيرفع الربح بمبلغ 42 مليون. هلا اذا بافتراض انه هذا، بافتراض انه التغير ما بي تغير الحجم ما بيأثر على ثوابت النموذج، يعني بيخلي الهامش 120 وبيخلي التكاليف الثابتة 25 مليون و200. يخلي الهامش 120 يعني بده يخلي سعر بيع الوحدة على حاله والتكلفة المتغيرة للوحدة على حالها، وبده يخلي بالمقابل مجموع التكاليف الثابتة على حاله. إذا كان تغير الحجم يبقي على هذه الأشياء على حالها، فحيزيد لي تغير الحجم مضاعفته دوبلته، هيزيد لي أرباحي 42 مليون. هلا إذا تغير الحجم لا، ما بقدر حافظ على الثوابت مع تغير الحجم، مع مضاعفة الحجم. قال مضاعفة الحجم إذا كان بيترتب عليه إنه بدي يصير إنه خصم 6% على سعر البيع، وبده يرفع لي التكلفة المتغيرة للوحدة 4.6، وبده يرفع لي مجموع التكاليف الثابتة 5 مليون و820 ألف بسبب اقتناء معدات إضافية وقيام بحملة إعلانية إلى آخره. إذا كان هذا المضاعفة، إذا كانت هذه المضاعفة بتعمل هذه التغيرات، وين بتاخذ الربح؟ قد إيه بتصير؟ هلا سعر البيع إذا منح خصم 6% بصير سعر البيع 188، اللي هو 200 ناقص 12 أو 200 ضرب 94%، بيطلع بصير البيع 188. زيادة 4.6 على التكلفة المتغيرة، هي كانت التكلفة المتغيرة 80، 4.6 بتعملها 84.6. يعني بده يعمل الهامش 188 ناقص 84.6، بده يعمل الهامش 103.4. التكاليف الثابتة كانت 25 مليون 200 فوق 5 مليون 820، بدها تطلع التكاليف الثابتة على 31 مليون و20. إذا جيت دالة الربح حتصير هيك، حتصير 103.4 ناقص 31 مليون و20. إذا جيت أنا حطيت 700 ألف في هذه الدالة محل الإكس، يعني بيطلع أنه الإجراج بتساوي 41 مليون و360 ألف، في حين لو بقت الثوابت على حالها بتخلي الربح يصير 58 مليون و800 ألف. التغييرات اللي عملها المضاعفة هون إنه نقصت لي سعر البيع، زادت لي التكلفة المتغيرة للوحدة، زادت لي كتير التكاليف الثابتة، خلت إنه الربح عند هذا الحجم اللي هو 700 ألف 41 مليون و360 مش
58 مليون و800 ألف. هاي حالات مختلفة في تحليل التعادل. هلا أخذني على موضوع تاني اللي هو حالات مختلفة في التكاليف، منتج وسيط، منتج فرعي، منتج مش عارف إيه. لنشوف المسألة الرابعة، نهائي بيروت 2004. تنتج مؤسسة الشفق منتجا رئيسيا را ومنتجا فرعيا سين، ويشترك في صناعة المنتج را مصنعان، مصنع ألف حيث تتم معالجة المادة الأولية ميم للحصول على منتج وسيط صاد يسلم فورا إلى المصنع ب من دون تخزين، ويصاحب إنتاجه الحصول على منتج فرعي سين. يعني أنا قبل ما أوصل للمنتج را بدي يكون عملت منتج وسيط. المنتج الوسيط بدي استعمله بقى من هونيك ورايح بإنتاج هذا المنتج الرا النهائي. بس أنا وعم منتج المنتج الوسيط يصاحب إنتاجه الحصول على منتج فرعي سين. هلا المصنع بقى شو بيعمل؟ بيحول الوسيط إلى تام، بس يضيف المادة نون. بيكون في استعمل أول شيء بالمرحلة الأولى المادة ميم، بالمرحلة الثانية تضاف المادة نون. منتج جيم شو بيعمل؟ يعالج المنتج الفرعي حتى المصنع جيم يعالج المنتج الفرعي حتى يصير جاهز للبيع. بالمصنع جيم بمعالجة المنتج الفرعي لا تضاف مواد أولية. هلا كيف بيحددوا تكلفة المنتج الفرعي؟ قال تحدد تكلفة المنتج الفرعي بطريقة الطريق العكسي للتكلفة. كيف يعني؟ يعني بنحدد سعر البيع، بنشيل منه أعباء التوزيع. بنحدد سعر البيع حددوه 2500، بنشيل منه أعباء التوزيع حددوها 75، وبنشيل منه الربح حددوه 20% من سعر البيع. طبعا 2500 للطن، 75 للطن، 20% من سعر البيع. وفيما يلي البيانات المتعلقة الصناعية، مخزون أول الفترة، مشتريات، استخدامات، العمل المباشر، أعباء غير مباشرة، إنتاج الشهر، مبيعات الشهر المطلوب، واحد تكلفة وحدة العمل في مركز التموين، علما أن وحدة العمل هي طن مواد أولية مشترات. هو أنا عندي أنه أعباء مركز التموين 1200، قايل لي أنه الأعباء غير مباشرة للتموين 1200، وقايل لي هون أنه المشتريات 110 من هذه المادة و130 من هذه المادة، يعني 240. فجينا قلنا هون 1200 على 110 زائد 130 بتطلع تكلفة وحدة العمل، اللي هي تكلفة المركز قسمي عدد وحدات العمل في المركز 5. حددنا له تكلفة وحدة العمل في مركز التموين، هو مطالب غير التموين لسبب هلا بنعرفه بعد شوي. عم بيقول تكلفة شراء كل من المادتين واحتساب المتوسط المرجح. طيب تكلفة شراء كل من المادتين هاي حاخدها معي، هاخد معي هاي. لكن مادة أولية ميم عم بيقول 110 طن بسعر 92. المادة الأولية نون عم بيقول 130 طن بسعر 142. هذا بالنسبة للشو اسمه، بالنسبة لثمن الشراء. هلا بالنسبة ل مصاريف الشراء عم بيقول 2 طن لكل 2 دعم لكل طن، هون 2 وهون 2. بالنسبة لأعباء مركز التموين على أساس نفس الشيء، على أساس برضو طن مواد مشترات،
يعني هل 110 عم بستعملها هون المرة الثالثة، وال 130 عم بستعملها هون المرة الثالثة، بس مضروبة هالمرة بخمسة. هون انضربت ب 92 لأنه سعر الشراء الطن 92، هون انضربت ب 2 لأنه مصاريف الشراء المباشرة 2، هون انضربت ب 5 لأنه تكلفة وحدة العمل في مركز التموين 5، وطبعا هون كمان بدها تنضرب نفس الحكاية ب 5. هاي عناصر تكلفة شراء المادة الأولية ميم. وهاي عناصر تكلفة شراء المادة الأولية نون. هلا تكلفة الشراء الإفرادية 10 و890 قسمة 110 19 و370 قسمة 130، هاي تكلفة الشراء الإفرادية خلال الفترة. قال لي بدي إياك تعمل لي تحسب لي متوسط المراجع لتكلفة الشراء، بس ما بدي بطاقة مخزون. هلا نحن عملنا شقفة من بطاقة المخزون، هلا في أنا أقول أحسبهم، هلا بنشوف كيف. بس في أنا أعمل الآتي: جيب مخزون أول المدة من المواد، هيدا وهيدا، واجي يقول هون المادة الأولية ميم عم بيقول 10 بتكلفة إفرادية 111 بيطلعوا 1110. المادة الأولية نون عم بيقول 25 بتكلفة إفرادية 155.2، ثلاثة وثمانمية وثمانين. جبتهم هدول من فوق الثمن الشراء، تكلفة مشتريات الفترة، مش الثمن، تكلفة مشتريات الفترة جبتهم من فوق. طرح المتاح للاستخدام بالكميات 10 زائد 110 120، بالقيم 1110 زائد 10 من 190، بيطلع متوسط المرجح لتكلفة شراء الطن الواحد من المادة الأولية ميم يساوي 100. هلأ هون عندي 25 زائد 130 155 بالكميات، بالتكلفة 3880 زائد 19370، 23250، 23250 قسمة 155 طلعوا 150. هذا متوسط المرجح. طبعا مش ضروري نجدوله، احنا جدولناه بس نقدر نعمله اكسل يعني، سو مش ضروري يتجدول. عم نحط لحتى نتأكد انه ما في شيء بعد الفاصل الاكسل خباه. هذا المتوسط المرجح للمادة الأولية ميم، وهذا المتوسط المرجح للمادة الأولية اللي هو مخزون أول، تكلفة مخزون أول الفترة زائد تكلفة المشتريات على كمية مخزون أول الفترة زائد كمية المشتريات بالمادتين. إذا تكلفة مخزون أول الفترة زائد تكلفة المشتريات على كمية مخزون أول الفترة زائد كمية المشتريات.
هاي تكلفة مخزون أول فترة، وهاي تكلفة المشتريات جمعتهم، كمية مخزون أول فترة زائد كمية المشتريات جمعتهم، قسمتوا على بعض هون وقسمتوا على بعض هون، طلع هون 100 وهون 150. طيب هذا المتوسط المرجح. هلا بيجي بقى للمصنع جي، المصنع واحد، تكلفة الإنتاج في المصنع واحد، شو بيعمل مصنع واحد؟ المصنع واحد بنفس الوقت بيصنع المنتج الوسيط اللي بده يروح يستعمل بالمصنع اثنين عشان إنتاج المنتج النهائي، ويصاحب إنتاج هذا المنتج الحصول على منتج فرعي راي، يمكن هلا بنشوف شو هو المنتج. طيب خلينا نشوف المعطيات. انا صرت بعرف انه الماده الاوليه، قال لي انه هيدا المصنع تستعمل فيه الماده الاوليه ميم، ما بتستعمل فيه انه الميم، بتستعمل المصنع الثاني هون الميم بس. خلينا نجيب المعطيات. استخدامات ماده اوليه ميم 90 طن، مصنع الف اول شيء معدل اجر الساعه 10، مصنع ألف عمل مباشر فيه 4000 ساعة، مركز الإنتاج واحد تكاليفه غير المباشرة 60000. بدي أشوف إذا في إنتاج قيد الصنع بأول الفترة. في إنتاج قيد الصنع بأول الفترة 1000. بدي أشوف إذا في إنتاج قيد الصنع بآخر الفترة. في إنتاج قيد الصنع بآخر الفترة 10000. لكن صار عندي من عناصر التكلفة المواد الأولية المستخدمة، الأجور المباشرة، والأعباء الصناعية غير المباشرة، وقيد الصنع أول الفترة، وقيد الصنع آخر الفترة. هنروح على الإكسل، هقول المواد الأولية المستخدمة قايل لي إنه في 90 طن مواد مستخدمة، وتكلفة الطن الواحد 100، فبيكونوا 90 ضرب 100 9000. أجور مباشرة في عندي 4000 ساعة، عم بيقول بهذا المصنع معدل أجر الساعة 10، أعباء إنتاج غير مباشرة، عم بيقول في عندي أعباء إنتاج غير مباشرة اللي هي موجودة بمركز الإنتاج، قايل لي إنه مركز الإنتاج ألف تكاليفه 60000، اللي قاعد فيه بأعباء غير مباشرة لهذا المركز 60000. لاحظوا إنه هم ما بيلزمني وحدة عمل بهذا المركز، لأنه أعباء هذا المركز على منتج وحيد اللي هو على التكلفة المشترك، فما بدي أقسم هال60000 بين أكثر من منتج لأحتاج وحدة العمل. هلأ قيد الصنع أول الفترة، قيد الصنع أول الفترة 1000، وقيد الصنع آخر الفترة 10000. تكلفة الإنتاج المشترك يساوي المواد زائد الأجور زائد أعباء الإنتاج غير المباشرة زائد إنتاج أول الشهر قيد الصنع ناقص قيد الصنع آخر الشهر، طلعوا 100000. هال100000 هي تكلفة الإنتاج المشتركة بين المنتج الوسيط والمنتج الفرعي. هلأ بدي أشوف بقى عناصر تكلفة إنتاج المنتج الفرعي لحتى أطرحها يطلع معي تكلفة إنتاج المنتج الوسيط، لأنه هاي تكلفة إنتاج مشتركة بين المنتجين الوسيط والفرعي، فبدي اشوف قد ايه الفرعي اطرحه لحتى يطلع معي تكلفة الانتاج المنتج الوسيط. همحي هدول وروح. عم بيقول اول شيء انا بيهمني اعرف في المنتج الفرعي قديش بالاخر، قد ايه بالاخر انتجوا منه. عم بيقولوا مصنع جيم انجز هذا المصنع كامل كمية المنتج الثانوي او الفرعي، كامل كمية المنتج
الفرعي المستلمة من المصنع ألف، وتم الحصول على 9 طن من هذا المواد قابل للبيع. يعني بالآخر نحن رسينا على 9 طن. هلأ مع أنه هون أنتج هذا المصنع، لما أنتج 10 طن، بس بعد المعالجة الإضافية ما بقي 10، في طن راحوا بالمعالجة الإضافية. المعالجة الإضافية روحت طن، يعني بعد في 9 من 10. إذن تم الحصول على 9 طن. بدي سعر بيعه لهالمنتج. عم بيقول بسعر 2500. هو ديجا قايل هون سعر بيعه 2500، و75 أعباء توزيع، و20% أرباح، 20% من سعر البيع. بس بدي هيدا بيطلع لي، إذا عملت هيك بوصل لتكلفة إنتاج المنتج الفرعي الجاهز للبيع. أنا بدي التكلفة مش للجاهز للبيع، بدي التكلفة اللي مشتركة مع الرئيسي. يعني بدي أشيل تكلفة المعالجة الإضافية. تكلفة المعالجة الإضافية وين بتصير؟ بتصير المصنع جيم. خلينا نشوف شو قصته المصنع جيم. المصنع جيم في 100 ساعة، في 100 ساعة شغل مصنع جيم بيعالج المنتج الفرعي، ومعدل أجر الساعة 10، وفي تكلفة غير مباشرة بهذا المركز 325 أعباء غير مباشرة، وما في استخدام مواد. حأجي لهون حقول إنه هني عبارة عن آخر شي رسيو على 9 طن، كانوا 10 بالمعالجة الإضافية خلتهم 9. هذا بينباع الطن الواحد بينباع ب2005، يعني سعر البيع 9 ضرب 2500 22500. هال9 طن عم بيقول بكلف توزيعه 75. إذن 75 أعباء توزيع. عم بيقول الربح 20% من سعر البيع، 20% من سعر البيع الربح. فحقول 22500 اللي هو الربح اللي فوق اللي حددته فوق، يعني مش الربح عفوا، سعر البيع اللي حددته فوق ضرب 20% بيطلع الربح. تكلفة إنتاج المنتج الفرعي الجاهز للبيع يساوي 22500 ناقص 675 ناقص 4500، 17 و325. هلا الأجور المباشرة عم بيقول لي بهالمصنع في 100 ساعة شغل، هو خبرني هيها 100 ساعة شغل، وإنه في 10 لكل ساعة. خبرني هون إنه 10 لكل ساعة، يعني الأجور المباشرة بهذا المشغل جيم اللي بيعمل المعالجة الإضافية، الأجور المباشرة اللي فيه 1000، والتكاليف الصناعية غير المباشرة اللي فيه 325. هذه الأعباء غير المباشرة. فإذا جيت أنا طرحت من الجاهز للبيع 1325 تكلفة المعالجة الإضافية، لأنه عندي معالجة إضافية بتكلف 1325، 1000 أجور 325 غير مباشرة، فبيكون تكلفة المنتج الفرعي الجاهز للبيع، عفوا الخام، 16000. إذن بنطلق من سعر البيع، بشيل منه تكلفة التوزيع، بشيل منه الربح، بيطلع تكلفة إنتاج المنتج الفرعي الجاهز للبيع. هذه التكلفة بشيل منها تكلفة المعالجة الإضافية، بيطلع تكلفة منتج الفرعي الخام، أي تكلفته عند نقطة الانفصال، أي تكلفته التي كانت مشتركة مع شريكه في المصنع اللي كان عم ينشغلوا سوا مع بعض. فبيجي بطرح
بطرح من المشتركة الجزء الذي يخص الفرع البالغ 16,000، بيطلع إنه تكلفة إنتاج المنتج الوسيط 84. خلصنا المصنع ألف، المصنع واحد. هلا المصنع الثاني بيسلم دغري المصنع اللي وراه، ما بيسلم المخازن. يعني هال 84 ألف حتكون جزء من تكلفة الإنتاج المنتج الرئيسي كلها سوا. إذا حقول هيدول عبارة عن ميتين مكلفين 84 ألف. مين قال إنه ميتين؟ هو قال. وين قال؟ إنتاج الشهر 75 طن من المنتج الوسيط، 10 طن من المنتج، لا مش 275. إذا 75 مكلفين 84 ألف. هلا المادة الأولية المستخدمة، خلينا نشوف هون شو صار بها، نجيب المعطيات اللي هون. هون استخدموا المادة الأولية نون. بهذا المركز تم استخدام المادة الأولية. نحن هلا صرنا بالمصنع الثاني. العدد الساعات بهذا المصنع 1500 ساعة. أعباء هذا المصنع 30,000 ساعة، 30,000 دعم. هون 1500 ساعة ودائما بضرب 10. أنتج هذا المصنع 200 طن. مش الألف اللي أنتج 200، هذا اللي أنتج 200. أوكي، لكن مادة أولية مستخدمة 140. 140 مكلفين المتوسط المرجح اللي هو 150، بتكون هيدي 21,000. أجور مباشرة 1500 ساعة، ودايما دايما الساعة عم نقول 10. أعباء صناعية غير مباشرة 30,000، هو قال إنه 30,000. هاي عناصر تكلفة إنتاج المنتج الرئيسي اللي هن عبارة عن 200. هلا هو داخل عليه مستعمل فيه 75 طن من المنتج الوسيط، و140 طن من المادة الأولية نون، 215 طن. بس المعالجة روحت 15 طن، أنتج بس 200 طن. هاي تكلفة إنتاج المنتج الرئيسي بمراحله.
أوكي. المسألة الخامسة، نهائي 2008، تختص شركة العاصي في تصنيف رفوف أمتعة معدنية للسيارات، رفوف أمتعة معدنية، يعني الرفوف هي اللي معدنية، يعني الباجاج، بورت باجاج، وهي تنتج حاليا موديلين من هذا المنتج، موديل عادي وموديل فاخر، وتشتري الشركة لصناعة هذا المنتج أعمدة معدنية غير مشكلة، وتتم العمليات الصناعية كما يلي: المشغل واحد يتم فيه تصنيع المنتج الوسيط وهو الأعمدة المشكلة، بيجيبوا أعمدة غير مشكلة بيشكلوها هني، بتقطيع الأعمدة غير المشكلة وتشكيلها، وتنتقل الأعمدة المشكلة إلى المخزون كمنتج وسيط، يعني مشغل واحد بيسلم المخزون. المشغل اثنين يتم إنتاج المنتجين بتجميع وإنجاز الأعمدة المشكلة المنتقلة من المشغل واحد لتصنيع الموديلين العادي والفاخر. الموديل العادي بيتجمع فيه 6 أعمدة، الموديل الفاخر بيتجمع فيه 8 أعمدة من اللي اشتغلوه من المشغل واحد، وتستخدم قطع إضافية وصلات ومشابك وبراغي تختلف بين الموديلين. وفيما يلي البيانات المتعلقة بالعمليات الصناعية خلال شهر حزيران. المخزون كان عندي مخزون أعمدة معدنية مشكلة، مانية وأربعين ألف وحدة بتكلفة إجمالية 315 ألف. في عندي أعباء الإنتاج غير المباشرة بالمشغل اللي بيشتغل بشكل الأعمدة 153 و600، وبالمشغل اللي بيصنع رفوف 72 و500. هلا التشكيل بيستخدم فيه أعمدة غير مشكلة 96 ألف، في عمل مباشر 800 ساعة، وإنتاج أعمدة غير مشكلة 96 ألف عمود. لكن هون استخدامات أعمدة وقضبان غير مشكلة 96 ألف عمود، العمل مباشر 800 ساعة، إنتاج الأعمدة 96 ألف عمود. هلا بإنتاج الرفوف
عدد الأعمدة المعدنية المشكلة المستخدمة لكل وحدة بالرف العادي ست أعمدة، وبالرف الفاخر 8 أعمدة. هيدا كل وحدة من الإنتاج بتستغرق 12 دقيقة، هذا كل وحدة من الإنتاج بتستغرق 15 دقيقة، هذا كل وحدة بيلزمها قطع إضافية 8 قطع، هيدا كل وحدة بيلزمها 9 قطع. وهذا صنعوا خلال الشهر منه 7000 وحدة، والتاني صنعوا منه 6000 وحدة. معدل أجر الساعة 12 دعم. المطلوب واحد احتساب تكلفة إنتاج المنتج الوسيط بطاقة مخزون المنتج الوسيط، تكلفة إنتاج المنتجين النهائيين. نحن لحد هون هذه معطيات. هلا أنا بيلزمني أعرف، وبيسوى تنزاد على المعطيات تحديد تكلفة وحدة العمل في مركزي الإنتاج.